نحن أمام السيناريو الأخطر لانزلاق الأمور نحو الحرب الشاملة، كما لم يكن يعني فعليا متوقعا من عدد كبير من الدبلوماسيين الذين كانوا يحاولون تهدئة الوضع وتحييد الضاحية الجنوبية وبيروت عن بنك أهداف إسرائيل في الرد الأخير. نعم، أولا إسرائيل هنا تقول بأن الكرة الآن باتت في ملعب حزب الله، وأن حزب الله يستطيع أن يقرر الآن إذا ما كان يريد جر المنطقة إلى حرب مفتوحة أم لا. بالنسبة لإسرائيل، أو هكذا يصلنا من تصريحات إسرائيلية، بأن الموقف الآن هو بيد حزب الله. فبينما كانت إسرائيل في الأيام الأخيرة الكرة في ملعبها وهي تقرر إذا كانت ترد ردا يجر المنطقة إلى حرب، الآن إسرائيل تقول بأن هذا الرد لا يجب أن يؤدي إلى انجرار المنطقة إلى هذه الحرب الشاملة، لكن الكرة الآن في ملعب حزب الله، وكيف سيرد حزب الله هو من سيقرر. ولكنها بذلك أحرجته، يعني نضال إسرائيل بهذه الضربة أحرجت الحزب، وهذا ما تريد، وهذا ما تريده إسرائيل. هي تريد إحراج حزب الله للقول بأنه هو المسؤول الآن. وبالنسبة لتغريدة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، هي لها علاقة بما قاله يوآف جالانت في بداية الحرب، عندما قال هل سترد إسرائيل أو هل ستقصف إسرائيل في بيروت؟ قال عندما نقصف في بيروت ستعرفون بأن حزب الله قد تخطى الخطوط الحمراء. هذا ما قاله في حينه، والآن هو يذكر بما قاله آنذاك بأن حزب الله قد تخطى الخطوط الحمراء، وبالتالي كانت إسرائيل مجبرة على الرد في بيروت. الآن إسرائيل اختارت عملية اغتيال. إسرائيل أولا أرسلت العديد من الرسائل عبر هذا الاغتيال. أولا المسؤول الذي تم اغتياله وفقا على الأقل للمصادر الإسرائيلية كان مسؤولا عن منظومة الصواريخ الدقيقة لحزب الله، عن مصانع إنتاج هذه الصواريخ، وعن العلاقة مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذه الصواريخ. وبالتالي هي رسالة إسرائيلية تتعلق بصواريخ حزب الله. وهنا يعني عادة إسرائيل ما تحاول ربط بين موضوع الاغتيال والسبب أو موضوع الرد والسبب الذي ترد عليه. وبالنسبة لإسرائيل، حزب الله أطلق صاروخا أدى إلى مقتل 12 طفلا في مجدل عين شمس، وهي ترد على أمر له علاقة بصواريخ حزب الله. ثانيا، إسرائيل ترد داخل الضاحية أو داخل بيروت، لكنها لا تؤدي إلى دمار كبير في بيروت وقتل عدد كبير من المدنيين. بالنسبة لها هذا ربما يؤدي إلى منع رد كبير من قبل حزب الله. والآن هي تحرج حزب الله للقول هل حزب الله سيجر المنطقة إلى حرب بسبب عملية اغتيال، بسبب شخص سيؤدي إلى مقتل آلاف الأشخاص أم لا. وهنا هي تحاول إحراج حزب الله أمام جمهوره الداخلي في لبنان، واتخاذ قرار الحرب في وقت صعب جدا للبنان، وحيث حزب الله لا يريد حرب مفتوحة، وبالتالي إحراجه هل ستجر المنطقة وتؤدي إلى مقتل الآلاف بسبب مقتل. ولكن يبدو بحسب المصادر الأولية نضال بأنه في سقوط عدد من، يعني ليست مؤكدة، ضحايا أو يعني جرحى أكيد بطبيعة الحال في هذه الضربة. هل عندك معلومات، لأنه كان في أيضا بعض الأنباء تقول بأنه غير معروف مصيره، وفي البعض قال بأنه المسيرة أطلقت 3 صواريخ، هل في تأكيد بأنه هذه الضربة كانت قاضية يعني من جانب إسرائيل؟ هل فعليا تم اغتياله؟ على الأقل لغاية الآن إسرائيل لم تؤكد بأنه قتل حقا، أو بأن عملية الاغتيال قد نجحت تماما في هذه المرة. لكن على الأغلب حتى لو لم تنجح عملية الاغتيال، بالنسبة لإسرائيل هذه رسالة واضحة لقيادات أنه قادر على الوصول إلى مقتل. بالضبط، هنا يعني لا يمكن أن ننكر بأن مثل هذه العملية تظهر قدرات استخباراتية إسرائيلية قوية. فهذا ما على الأقل ما يقوله الإعلام الإسرائيلي في الوقت الذي كان الجميع ينتظر هذا الرد، في الوقت الذي كان الجميع يعرف فيه بأن عمليات الاغتيال ممكنة. اسمح لي أن أنوه أن القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع تقول إذا لم يرد حزب الله على الهجوم فنحن لن ننجر إلى الحرب، ولكنها تعمدت بأن تضربه في موقع
سيجبر الحزب على الرد. هذا ما كنا نقوله. أولا هي تعرف بأن حزب الله يرد، الجميع يعرف بأن حزب الله سيرد، لكن الأمر يتعلق بمدى الرد أو كيفية الرد. بالنسبة لإسرائيل، رد الردود المعتادة التي كنا نراها خلال العشرة أشهر السابقة هو رد مقبول، يمكن أن ترد عليه إسرائيل ردا بسيطا، وبالتالي تنتهي هذه الجولة من التصعيد ونعود إلى التصعيد اليومي. لكن بالنسبة لإسرائيل، الرد من حزب الله، الرد الذي يستوجب ردا إسرائيليا أو قد يؤدي إلى مخاطرة بالذهاب إلى حرب، هو رد غير أو يتخطى الخطوط الحمراء التي اعتدنا عليها في السابق. الآن كانت هنالك معادلة، الضاحية مقابل حيفا، بيروت مقابل تل أبيب، أو تل أبيب مقابل بيروت. الآن تم ضرب الضاحية الجنوبية في بيروت، هل سيرد الحزب الله على حيفا؟ هذا ما تقصده إسرائيل، أن رد كل الأمور تتعلق برد حزب الله. إذا ما حقق حزب الله وأصر على تحقيق هذه المعادلة حيفا مقابل بيروت، فهذا سيعني تطورا خطيرا. كيف سترد عليه إسرائيل؟ هذا يتعلق أيضا إلى حد كبير بمدى نجاح ضربة حزب الله. إذا ضرب حزب الله مثلا 20 صاروخا باتجاه مدينة حيفا وتمكنت القبة الحديدية من إسقاطها جميعا، هل هذا سيؤدي إلى حرب؟ على الأغلب لا. يستطيع حزب الله أن يسجل بأنه حافظ على معادلة الضاحية مقابل بيروت مقابل حيفا، لكن من جهة أخرى لم يؤدي إلى أي أضرار في حيفا، وبالتالي يمكن أن نعرض في هذه الأثناء صورة نتنياهو في مكتبه، طبعا في خلال اجتماع الأمني قبل أو بعد تنفيذ هذه الضربة. بالفعل، هل يريد فعليا التقاط صورة جديدة مشابهة لصورة النصر التي أرادها في الحديدة؟ بالضبط، هذا هو نفس السيناريو. يعني أولا شهدنا ما قاله وزير الدفاع، التغريدة المختصرة لوزير الدفاع، وأن حزب الله تخطى الخطوط الحمراء. هنا وزير الدفاع يقول أنا كنت التزمت بمعادلة أو وضعت معادلة ما أنه إذا تجاوز حزب الله الخطوط الحمراء سنضرب بيروت، وبالتالي حققت المعادلة، وهو ينسب هنا ما جرى اليوم لنفسه. والآن نتنياهو يقول بأنه كان جزء من هذه الصورة، نتنياهو كان يشرف على هذه العملية. هذا السباق بين السياسيين، لكن أولا صورة نتنياهو التي تبث الآن حول إشرافه على هذه العملية أو مشاركته مع مستشاريه ضمن الإشراف على هذه العملية، أتت للرد على الانتقادات الكبيرة التي كانت توجه لنتنياهو، خاصة اليوم مع مرور وقت وعدم وجود رد إسرائيلي. كانت هنالك انتقادات لنتنياهو بأنه جبان، وبأنه لا يريد الرد ولا يريد المخاطرة، ويخشى الحروب ويخشى المغامرات، وهو فعلا كذلك على الأقل إذا حكمنا على نتنياهو من تاريخ نتنياهو في المغامرات العسكرية. نتنياهو معروف عنه أنه لا يحب المغامرات العسكرية. إذن ما جرى اليوم هو يعني محاولة من نتنياهو للقول بأنه على عكس كل ما قيل ضده، وعلى كل يعني بعض هذه الانتقادات حول جبن نتنياهو كانت تأتي من مصادر أمنية إسرائيلية، كانوا يقولون بأننا اكتشفنا بأن نتنياهو لا يريد المغامرة ولا يريد الغرب، ويجب جره حتى لكي يرد على حزب الله. هذه الانتقادات الآن نتنياهو يرد عليها وهو يريد، ولكنه يلعب على حافة الهاوية كما يقولون. اليوم نتابع هذه الصور، طبعا يعني ضال حجم الدمار كبير، وهذه لربما يعني منطقة شديدة الحساسية بالنسبة لجمهور حزب الله ولحزب الله بطبيعة الحال. حتى كان في بعض الهتافات من الشارع يطالبون بالثأر لهذه الضربة. لا نعرف إلى أي مدى لربما سيتمكن حزب الله من ابتلاع هذه الضربة في عقر داره وأمام جمهوره. طبعا يعني أولا علينا أن نقول هنا، نستكمل ما كنا نقوله قبلا، بأنه على الأغلب تم جر ربما نتنياهو لمثل هذا الرد. هذا الرد يأتي من جالانت. جالانت في بداية الحرب كان يؤيد أن تذهب إسرائيل أو أن توجه إسرائيل ضربة لحزب الله وتفتح حربا ضد حزب الله في بداية الحرب، وفي حينه انضم جانتس وأيزنكوت إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل منع هذه الخطوة. جالانت هو متقدم على نتنياهو من حيث ربما إن صح القول جرأته على حزب الله وعلى الجبهة الشمالية عموما، هو كان يريد هذا.
وبعض المصادر كانت تنقل عنه بأنه لا يمكن أن يعود الأمر إلى الحدود الشمالية الهدوء إلا بحرب، إلا بعملية عسكرية، وأنه لا 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 بديل عنها، يمكن أن يعود الأمر إلى هدوء ما، لكن هذا لن يؤدي إلى إعادة كل السكان إلى الحدود الشمالية، ولا بد من عمل عسكري يؤدي على الأقل لطمأنة السكان على الحدود الشمالية. إذن موقف جالانت كان متقدما على موقف نتنياهو، وربما بالفعل أرغم هنا أيضا ملاحظة، منذ العملية، منذ الساعات الأولى لسقوط الصاروخ في مجدل شمس والحديث عن مقتل 12 طفلا، في حينه كان نتنياهو ما زال في واشنطن، ما زال في الولايات المتحدة، وفي حينه أيضا جالانت قال بأنه تدارس الأمر مع القيادة العسكرية، وأنه وجه التعليمات للجيش الإسرائيلي حول كيفية الرد، هذا قبل أن يكون هنالك اجتماع للكابينيت الإسرائيلي، قبل أن يكون هنالك مشاورات مع رئيس الوزراء نتنياهو. إذن قرار الرد كان بيد جالانت إلى حد كبير. تم هنا استثناء الكابينيت الإسرائيلي، الكابينيت الإسرائيلي المجلس الوزاري المصغر، وهو الجسم السياسي الذي من المفترض أن يتخذ مثل هذه القرارات، كان مستبعدا من اتخاذ القرارات، كما فهمنا من مصادر أمنية إسرائيلية، وزراء الكابينيت لم يكونوا يعرفوا ما هو شكل الرد الإسرائيلي لغاية الآن، يعني حتى تنفيذ الرد لم يكن الوزراء يعرفون ما هو هذا الرد، وهنا هم أعطوا توكيل لنتنياهو وجالانت من أجل تنفيذ مثل هذا الرد والاتخاذ القرار فيه. والمستشارة القضائية للحكومة، نقطة مهمة فقط، المستشارة القضائية للحكومة في حينه قالت بأن هذا القرار إذا ما كان سيؤدي إلى حرب، أو هناك احتمال أن يؤدي إلى حرب، فيجب أن يكون هناك اجتماع آخر للكابينيت الإسرائيلي للتصويت مرة أخرى، لأن القانون الإسرائيلي يلزم أنه في أي عملية يمكن أن تؤدي إلى حرب على الأقل يجب أن يكون فيها قرار من الكابينيت الإسرائيلي.